طبيخ البامية، نوضع باكيت شاي من شان اللحمة تنضج بسرعة، نوضع قطعة بصل وقليل من الفلفل الأسود، ونوضع اللحمة مدة تبعت النضوج حسب نوع اللحمة. بنعمل صلصة، كوب ماء وملح حسب الرغبة، ومكعب مرق ماجي، وطماطم طازج كيلو، ومعجون الطماطم 1 كوب أو حسب تركيز المعجون. نطحنهم كلهم مع بعض، وبنرفع البصل وبكيت الشاي. هيك اللحمة ناضجة. نوضع البامية، نوضع صلصة الطماطم، وهيك بنعمل هيك تقريبا نضجت البامية. بنعمل الطشة، بنوضع قليل من الزيت، بنوضع رأس توم، بنوضع الحبق أو الريحان، بنعمل الطشة هيك أصبحت طشة جاهزة. نوضع قليل من الصلصة وهيك بنرجعها. صحة وألف عافية، جربوها كتير روعة هذه الطريقة الفلسطينية، طريقة الحجة هذه. صحة وألف عافية، مع السلامة.